يعني للتقريب، شاب طالب علم وجد فتاة دينة صالحة من أسرة صالحة مناسبة جداً له، له دخل معقول لكن يحتاج إلى بيت، والبيت مشكلة كبيرة، وعدم وجود البيت قد يحول بينه وبين الزواج منها. بلغوا أن هناك محسن كبير عنده بيت مناسب جداً خصصه لطالب علم، وهو طالب علم. لما جاءته هذه المعلومة ماذا فعل؟ طلب عنوانه. لما جاءته هذه المعلومة التي تحل بها مشكلته الأساسية توجه إليه للتقريب. لما علم هذا الشاب أن هذا المحسن عنده بيت مناسب ويريد أن يقدمه هدية لطالب علم وهو طالب علم من أجل الزواج من فتاة مؤمنة، عندئذ يتجه هذا الطالب إلى هذا المحسن. لماذا اتجه إليه؟ لأنه عرفه أنه محسن وعنده بيت وقد خصصه لهذا الطالب. أنت حينما تعرف الله تتجه إليه، حينما تعرف أنه هو الفعال، فعال لما يريد، لا تتجه لغيره، لا تتذلل أمام غيره، لا تتضعضع أمام غيره، لا تنبطح أمام غيره، لا تنافق لغيره، لا تستخذي لغيره. الإيمان بالله يعطيك العزة، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لأن هذا الطالب عرف أن هذا المحسن عنده بيت لطالب علم بحث عنه، فأنت إذا عرفت الله توجهت إليه، إن عرفت رحمته توجهت إليه، إن عرفت قدرته اعتززت به، إن عرفت عدله خفت أن تقتل نملة، إن عرفت غناه تغتني به تترفع عن أموال الناس، إن عرفت لطفه تحبه. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن فضل الله عز وجل، الله عز وجل أكرمني بشرح أسماء الله الحسنى في مجموعتين. يعني أنا أشهد الله أنني سمعت مئات القصص عن أناس ليس لهم أي صلة بالدين، استمعوا لهذه الأشرطة فمشوا بطريق رائع إلى الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هذا المعنى الأول. فمعناها أول مثلث، أول قسم بالمثلث العقيدة. العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. أركان الإيمان، أهم أركان الإيمان أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأهم ما في الإيمان بالله أن تعرفه. وكيف تعرفه؟ تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى.